غادي نقول لك ايه ولا نقول لك ايه هو نعم. علاش؟ لانه مادام علاقتنا بالبيئه علاقه متوتره، مادام الانسان كيعتدي على البيئه كيعتدي على الحيوان، هذاك الحيوان ما كيلقاش الاماكن ديال العيش ديالو. حنا عندنا التمدن، عندنا الغابات، عندنا الاستهلاك ديال الحيوانات، عندنا الصيد المتوحش، عندنا هادو كلهم. هادوك الفيروسات اللي كيعيشوا في ديك الحيوانات كيقلبوا على اماكن اخرى ديال العيش، كيلقاو حيوانات اخرى. من كينتقل مثلا، كان حد الفيروس كيعيش مع القرد كتهدم الغابه، هادوك الفيروسات كينتقلوا الى حيوان اخر، اذا كيولي عنده واحد الامكانيه ديال الطفرات. الانسان كيمشي كيعيش معهم ولا كيجيبهم يعيشوا معاه، هادوك الفيروسات كتولي كتنتقل للانسان، من بعد واحد المده كيولي ينتقل من الانسان للانسان. اذا لابد من اصلاح العلاقه ديالنا بالبيئه. ولكن جهه اخرى نقول لك لا، هادشي اللي كنشوفوه اليوم، حنا عشنا واحد كوفيد، يعني بواحد الشكل ازمه صحيه خطيره جدا، ازمه اجتماعيه، ازمه المواطنين وحتى الانظمه الصحيه واللي عندها اهتمام بهادشي ديال الفيروسات. انا اعطيك مثال، واش حنا ما كانش ايبولا في افريقيا كان كيقتل؟ واش كنا خايفين؟ كان السكان في العالم ما عندهم مشكل. كان عندنا في 2003 كانت عند هاد سارس كوف، كان واحد الفيروس الاول، كان عندنا الفيروس الثاني ديال الكورونا فيروس في الجمال في السعوديه وفي الخارج. كانوا اوبئه، كاين زيكا، كاين عده اوبئه كتكون كل ثلاث سنوات تقريبا، ولكن ما كناش كنخافوا لانه ما عشناش كوفيد. الفيروسات دائما معنا، البشريه كتعيش تقريبا هذه واحد 30 40 سنه كنعيشوا وباء كل ثلاث سنوات او اربع سنوات. علاش؟ لانه ولكن محدود في دوله، اما في افريقيا، اما في اسيا، اما في امريكا اللاتينيه، اما يتم وقفها. لا يتم لا تتفشى كجائحه. اليوم احنا مثلا عندنا جدر القرده ليس جائحه، ولكن خلق لنا ازمه نفسيه عند المواطنين اكثر من اللي خلقته ايبولا اللي كان خطير واللي كان كيقتل حتى 50% وباقي كاين. كانت عندنا السارس الاول اللي كان 2003 كان كيقتل ب 10%. المارس ديال دول الخارج نفس الفيروس ديال اللي كاين دابا ديال كوفيد من عائله من نوع اخر كان كيقتل 30%، ولكن ما كناش عندنا هذه الدرجه ديال الخوف. اذا اللي ما تغيرات هما الفيروسات كانوا وغيبقاو وغادي يستمروا، الى اللهم اذا قلبنا العلاقه ديالنا بالبيئه وبالحيوان. وكذلك اليوم ولا خص هاد كوفيد تعطينا هاد الدرس على انه يمكن هي نقمه في وسط واحد النعمه، انه البشريه تنتبه على انه حنا ما غنكونوش في سلام الا ما كانتش هي صحه واحده، كنقولها وان هيلث، صحه الانسان، صحه البيئه، صحه الحيوان. الا ما كناش حنا ثلاثه مزيانين، ثلاثه بينا حتى واحد فينا ما غادي يكون مزيان. هذا هو شنو غنستافدوا الا كنا غنتعايشوا مع الموت، هذا كيتسمى التموت ماشي التعايش، او لا غنتعايشوا مع الفيروسات. هذا هو خص الاحتياطات، لا بالنسبه للتلقيح لا بالنسبه للوقايه، كيخصنا ناخذوا درس من هذه الازمات اللي جايه، ماشي غير في علاقتنا بالبيئه والحيوان، ولكن في علاقتنا بالذات وبالاخر اللي معنا. وهذاك اللي مريض عنده لا غريب بحال اللي كيديروا الناس ديال اسيا، كيخصهم اللي يكون مريض غادي يخرج كيدير الكمامه ديالو واخا ما كايناش كوفيد. علاش؟ لان ملي كطلع الطوبيس وانت عندك لا غريب، عندك لا غريب العاديه، كيمكن يكون حداك واحد الانسان في عمره 80 سنه عنده السكر، هذيك لا غريب غتقتلو، راه كتقتل من 300 حتى 650 الف انسان في السنه في العالم. خصو اللي عندنا واحد الثقافه جديده ديال الوقايه وديال النظافه وديال عدم نشر الامراض وديال العزل من تلقاء ذاتنا بدون ما نحتاج. هذه هي الدروس الاساسيه اللي خصنا نخرج بها من كوفيد.